السلام عليكم. أجرى إسلام سليماني مهاجم المنتخب الوطني ونادي بريست الفرنسي حوارا مع قنوات بين سبورت القطرية، تحدث فيه عن الإقصاء المر من مونديال قطر وعن غياب الخضر من الحدث العالمي المرتقب بعد أقل من شهر من الآن، مؤكدا أن الإقصاء أمام الكاميرون كان من أسوأ ذكرياته في مسيرته كلاعب. وقال سليماني: الخسارة أمام الكاميرون في آخر 30 ثانية من عمر المباراة كان أمرا قاسيا ولم يكن منتظرا، وكانت خيبة أمل كبيرة لا يمكن وصفها. كانت خيبة أمل في 30 ثانية الأخيرة تخرج من المونديال. ووصل لاعب بريست يقول: المشاركة في كأس العالم بقطر كانت حلما بالنسبة لنا كلاعبين وللطاقم الفني، لقد ضيعنا حلم المشاركة في نسخة استثنائية من كأس العالم بقطر، لا يمكن وصف ذلك الشعور. كان حلم بالنسبة لنا اللاعبين وللطاقم الفني والمدرب وللفيدرالية، كان حلم بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي كنت صح، بالنسبة لي هذا كأس العالم الجاي راح تكون سبيسيال اون بليس، خاصة اون بليس في بلد عربي في بلد مسلم. وبقيت حوالي شهر كامل لا أتابع أي شيء في كرة القدم بسبب الصدمة. وأكد سليماني أنه تأثر بشكل رهيب وغير اعتيادي بسبب الإقصاء بقوله: شعرت أن علاقتي بكرة القدم انتهت بعد الخسارة أمام الكاميرون والإقصاء من المونديال، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم. راح تكون خاصة لنا. بالنسبة لي ما نقولك بلي الشهر الأول بعد الإقصاء ما تبعت حتى حاجة، ما تبعت حتى حاجة. بالنسبة لي كيشغل حياة تاعي كرة القدم خلاصت الشهر الأول. أبري هذه هي كرة القدم.